أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات أيضا يا شيخ تذهب بالحسنات؟ نعم، الشرك يذهب هيئات الشرك تذهب بالحسنات، والشرك مبطل لجميع الأعمال والعياذ بالله. وكذلك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكذلك المظالم، مظالم العباد، تأخذ الحسنات للمظلومين فيقتص من حسناته يوم القيامة للمظلومين. فعلى المسلم أن يحافظ على حسناته وعلى أعماله الصالحة، كذلك الغيبة والنميمة، فإن عمل المسلم إذا كان يغتاب الناس أو ينم بين الناس فإن هذا يذهب بحسناته. فعلى المسلم أنه يحافظ على عمله من المؤثرات ومن المبطلات والمهلكات. نعم.